بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ سوا أول سيشن في شرح الشوب درونج الإنشائي باستخدام برنامج الأوتوكاد ستراكشر ديتيلينج الـ ASD. هنتكلم في الفيديو ده بإذن الله عن لوحات الكونكريت دايمنشن. زي ما احنا عارفين طبعا إننا كشوب درونج إنشائي بنشتغل على كل ممبر إنشائي، سواء قواعد منفصلة، لبشة، أعمدة، سوليد سلاب، فلات سلاب وهكذا. وآخد لوحة الديزاين اللي الراجل الديزاينر بيجيبها لي وطلع منها لوحتين، لوحة خاصة بالتفاصيل الخرسانات الكونكريت دايمنشن، ولوحة خاصة بالـ RFMT أو Reinforcement Detail اللي هي تفاصيل التسليح. أول ما نفتح البرنامج بس هنحمل التمبلت اللي احنا هنشتغل عليه، هيكون مرفق مع ملفات الكورس. كليك يمين من Option، أختار Structure Detailing، وبعدين احنا دايما بنشتغل على Reinforcement. أعمل Search واختار Pro Manager صادق كده هتلاقيها، وتقول له اوبن، ويبقى دي الديفولت بتاعك بحيث تشتغل عليه. دي طبعا الورك سبيس اللي انت بتشتغل عليها، سيف الورك سبيس اللي انت عايزها واشتغل عليها، اعملها ديفولت بالنسبه لك بحيث اول ما بنفتح البرنامج تكون الحاجه دي جاهزه. وانا طبعا في التمبلت مظبط لك المقاسات والالوان والخطوط وكل حاجه بحيث انك تشتغل عليها على طول. تمام. لو بدانا نفتح اللوحه هنقول اوبن، ده كده المشروع اللي احنا هنشتغل عليه. دي لوحة الديزاينر القواعد المنفصلة، ماشي. طبعا دي لوحة المحاور والأعمدة اللي هي أول لوحة في المشروع، وبعدين لوحة الأساسات. فعندي هنا الأساسات عبارة عن قواعد منفصلة. أنا كراجل بتاع شوب دروينج أنا عايز أخد اللوحة دي كده أو اللوحتين دول أطلع منهم ثلاث لوحات خاصين بالشوب دروينج الإنشائي. أول لوحة هياخدها المساح عشان يحط عليها المحاور اللي هي اللوحة الخاصة بتحطيط الأعمدة، تمام. تاني لوحة هتكون خاصة بالقواعد العادية، الكونكريت دايمنشن بتاعت القواعد العادية. تالت لوحة هتكون خاصة بالكونكريت دايمنشن الخاصة بالقواعد المسلحة، وده ان شاء الله اللي احنا هنشرحه النهاردة. اخد كده، ممكن اخد كده ايديت كوبي وسبيس بوينت، افتح ملف جديد واقول له بيست، تمام. نشتغل على layer 0 الاول اهي. طبعا احنا ممكن نمسح الكلام ده، ناخد بس اللوحة الاساسية بتاعتنا دي اهي بتاعت الاول، جميل. طيب انا عايز دلوقتي لوحة المحاور والاعمدة لوحدها، وبعدين لوحة القواعد المنفصلة العادية، ولوحة للمسلحة. طبعا بقى الاوامر انا بالنسبة لي مش مهم، يعني اشتغل باي امر انت عايزه، ما عنديش مشكلة خالص. يعني انا دلوقتي عايز افصل مثلا لوحة المحاور، عايز افصل الاعمدة دي، ممكن تختار كده وتقول له select similar مثلا، تمام، CON، واخد دي مثلا كده كوبي. لو شغلت الاورثوجونال دي كده، لو قلنا خاصة دي بالمحاور والاعمدة، ودي خاصة بالقواعد المنفصلة، ودي خاصة بالقواعد العادية اسف، والقواعد المسلحة، تمام. عايز تشتغل بلاير ايزوليت، عايز تشتغل بفلتر، زي ما انت عايز تشتغل، ما عنديش مشكلة خالص، تمام. طيب يبقى دي كده لوحة المحاور اللي احنا نشتغل عليها شوب درونج للمحاور والأعمدة. اخد نفس الكلام بالنسبة للقواعد العادية، اعلم على القاعدة واسمها، كليك يمين برضو select similar، سي او انتر، من البيز بوينت مثلا وليكن النقطة اللي هي دي من بداية المحور، اختار تبقى هنا كده، نعمل لوحة الكونكريت دايمنشن الخاصة بالقواعد العادية، تمام. تاخد بالك بس وانت بتستخدم امر في امر select similar ان هو بيختار لك اللي في اللوحة كلها، تمام، ما بيختارش، ما بتقدرش تحدد حاجة يعني، ماشي. طيب هنا ناخد القواعد المسلحة اهو بالسمل، واقول له كليك يمين برضو select similar، واقول له سي او انتر، من النقطة دي اخدها مثلا عند النقطة، ماشي. زي ما احنا شايفين راح اختار القواعد برضو او اسماء القواعد واخدها معانا، فاحنا هنمسحها. طيب كده احنا جاهزين ان احنا نحط الدايمنشنز بتاعتنا. هنا ده كده القواعد المسلحة اهي، والقواعد العادية اهي، والمحاور والاعمدة اهي، تمام. طيب في المحاور والاعمدة هنبدأ بقى نشتغل على الكونكريت دايمنشن. لو فاكرين لوحة المحاور والاعمدة اللي الراجل مديها لنا كان ما فيهاش تفاصيل كتير، كان ده مثلا بيقولك من المحور ده 10 سنتي، ومن المحور ده 30 سنتي، وادي العمود اللي هو ده عين 5. في الجدول هنا قال لك ان ده 25 في متر و5. فاحنا في اللوحه بتاعتنا بقى هنطلع الشوب درونج ازاي؟ هنقول له دي ال اي دايمنشن لينير، جنب من العمود هنحط المقاس كامل بس طبعا بالمليمتر، احنا هنروح قايلين من فورمات
دايمنشن ستايل هتلاقي عند حضرتك هنا كده مليمتر الاوبشن ده صادق مليمتر اكسس كولم سيت كرنت كلوز دي ال ار. ناحيه من العمود هنحط المقاس كامل وناحيه من العمود هنحط المقاس كامل اهو. الناحيه الثانيه هننسبه للاكس اهو من هنا 300 ومن هنا بالملي طبعا ومن هنا 750. الناحيه دي كامله يبقى من هنا 100 ومن هنا 150 وهكذا لكل الاعمده ماشي. لو جينا على العمود ده يبقى مقاس من الناحيه دي كامل ومقاس متنسب للمحور اهو للاكس ومقاس من هنا كامل ومقاس متنسب للاكس تمام. يبقى عشان المساح يقدر او الراجل المساح يخطط والراجل اللي هيحط الاعمده بعد ما يحط القواعد بعد ما يخطط الاعمده المسلحه النجار يقدر يخطط الاعمده تمام عشان ان يحط الاشعير بتاع الحديد تمام. طبعا الكلام ده بقى لكل الاعمده. هنا مثلا العمود ده متناسب للمحور من بره يبقى تقول له ده كده مقاس كده ومقاس هنا وده المقاس كامل اهو ومن هنا لهنا كذا ومن هنا لهنا كذا تمام لكل الاعمده تمام يا شباب. طيب نفس الكلام بالنسبه للقواعد العاديه. اعمل بس اكستنشن الاول واقفل ده. عايز طبعا كلوز فيلت اكستنشن زي ما انت عايز. انا ما يهمنيش الامر في حاجه. انا يهمني الاوتبوت بتاع اللوحه انك تطلع اللوحه في الاخر زي ما احنا عايزين. تقفل القواعد كلها بقى. نفس الكلام بالظبط. دي ال ار ناحيه هتبقى كامله تقول له المقاس كامل بس ممكن بس في القواعد نكبر الستايل شويه ممكن تشتغل على اللي هو ده. هو طبعا هو هو بس هنا الكلام كبير شويه بس سيت كرنت كلوز عشان يظهر معاك في الطباعه بصوره كويسه. مقاس كامل تقول له الاعلى اهي ومقاس متنسب للمحور يبقى النجار وهو بيشتغل على القواعد العاديه عارف ان القاعده دي مقاسها 2 متر 45 في متر 65. ال 2 متر 45 متر 45 شمال الاكس ومتر يمين الاكس تمام. برضه ال 165 يقول له ان هي 58 هنا و 80 هنا تمام. يبقى هنا انت ظبطت الدنيا. النجار مش محتاج حاجه او اي تفاصيل تاني ان هو ما فيش تفاصيل محتاجها عشان يقدر يحطط القاعده دي بصوره صحيحه تمام. نفس الكلام برضه القاعده اللي بعدها اهو ادي المقاس اهو عايز تعمله بره جوه زي ما انت عايز. وهنا كده اهو بالنسبه للاكس دي كده دي ال ار اللي هي دايمنشن لينير تمام. نفس الكلام هنا اهو ادي المقاس 165 هنا كذا 800 وهنا 805 ماشي يا شباب. دي ال ار اهو من الاكس اهو ومن وش القاعده للاكس تمام. طيب برضو زياده تاكيد من وش القاعده لوش القاعده مقاس قد ايه ومن وش القاعده لوش القاعده مقاس قد ايه. يبقى كل التفاصيل بتاعت القاعده موجوده عند حضرتك. ناحيه احط المقاس كامل وناحيه انسب للاكس. ناحيه احط المقاس كامل وناحيه انسب للاكس تمام. وبعدين المسافه بين القاعده من وش القاعده لوش القاعده والمسافه من وش القاعده لوش القاعده تمام. ده بقى انت كمهندس شوف دروينج تطلع اللوحه دي وتديها لمهندس تنفيذ. مهندس التنفيذ المفروض بيستلم على الكلام ده وطبعا النجار او الصناعي بيشتغل برضه على الكلام ده. طبعا الشغل اللي انت حضرتك بتحطه على اللوحه دي مقاسات خرسانات يعني من وش القاعده لوش القاعده خرسانه متر 30 وهكذا ماشي. طيب نفس الكلام بالنسبه للمسلحه. ابدا اقول له دي ال اي المقاس ده اهو والمقاس ده اهو وبعدين اقول له من جوه كده اقول له المقاس كده 500 من هنا 550 المقاس من هنا لهنا 1150 حط المحور ومن هنا لهنا 700 بقيت السمنت برضو تحطها اي تفاصيل النجار يعني حط نفسك مكان النجار تمام. اي تفاصيل النجار عايزها انت بتوضحها له على اللوحه. الراجل ده عارف ان هو من بعد المقاس ده هيبدا المفروض فتحه السمنت او بدايه السمنت وبعدين عرض السميل 25 سنتي عرض السميل
بس من اللي هنا اهو 252 وانا المفروض اعتقد هو 25 يعني ماشي 25 سنتي يعني لو شفنا هنا السمير كده اهو 25 سنتي وهنا متر شمال الاكس وهنا متر وخمسين او 150 يمين الاكس. ممكن المسافه الصغيره دي تشتغلها نفس بتاعه المحور نفس اللي هو الستايل بتاع المحور على اساس ما تعملش زحمه عندك في اللوحه. فاحنا ممكن نعملها بصوره اصغر شويه اللي هي الحاجات المتداخله دي تمام. ده كده بالنسبه لباقي نفس الطريقه بالنسبه لباقي الشغل. ادي القاعده دي تقول له مقاس ده كام او نعمل هنا مثلا المقاس ده من هنا لهنا كام وبالمحور اهو يمين المحور وشمال المحور تمام يا شباب. من هنا تقول له دايم هنا من هنا اهو وبعدين عرض السمال نفس الكلام بقى تبدا تحط المقاسات لكل اللوحة. يبقى دي كده لوحة الكونكريت دايمنشن اللي انت حضرتك هتطلعها ماشي. بعد ما تخلص بعد ما تحط المقاسات كلها على اللوحة هيطلع مع حضرتك الشكل المنظر ده. ده كده المقاسات اهي بعد ما نحاول الأعمدة على كل عمود زي ما اتفقنا ولوحة القواعد العادية لوحة مقاس كامل ومقاس متناسب للأكس وهكذا واربط كل قاعدة باللي جنبها من الناحية دي ومن الناحية تمام. نفس الكلام المحاور لوحة الأساسات هنا عندي أهو ده قاف واحد أدي الطول وبعدين أدي المقاسين أهو من أول من بداية السميل هنا المقاس متناسب للأكس وهنا من وش السميل وعرض السميل 250 وممكن تكون في الرسمة بس كانت مترحلة معايا سنتي أو حاجة ماشي. أدي المقاسات وطول السميل وعرض القعدة كل المقاسات اللي النجار عايزها تمام. ده اللي احنا محتاجينه عشان نطلع التفاصيل الانشائيه للوحه للقواعد العاديه والقواعد المسلحه. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.